لكم الساعة 12 هتسافروا، هتطلعوا فوق سطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طيارة هليكوبتر خاصة هتاخدكم على المطار على طول. بس اوعى تنسى اللي قلته لك. يما يما هلا الفراعنة كانوا بيسموا بيضحك يا دلع. نجمنا النهارده اللي هنتكلم عنه هو شرابي وكيل الفنانين بتاعكم. كلمهم الاول شويه عني. قال لك ايه؟